نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بإدارة الرعاية التخصصية في قطاع المستشفيات المؤتمر الطبي الإقليمي السنوي الثاني أكاديمية علاج الألم والصحة النفسية بالتعاون مع شركة فايزر للصناعات الدوائية. وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص في الصحة النفسية وطب الأعصاب وجراحة العظام والروماتيزم وطب الأسرة من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا. وتناول المؤتمر مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاج الألم والصحة النفسية واطلاع الأطباء على آخر المستجدات العلمية والطبية بهدف تحسين إدارة المرضى وتعزيز مستويات الوعي والتشخيص والعلاج وفقا لأفضل الأدلة العلمية المتاحة.